بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الجنائز: باب ما جاء في الحث على الوصية. وصية هو ما يوصي به الإنسان، إما كتابة وإما قولا يشهد الناس عليه بأنه، فيامر الوصية بمعنى الأمر. وقوله تعالى: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أي أمرنا الذين آمنوا واتقوا الله تبارك وتعالى أن اتقوا الله، وصية بمعنى الأمر. لكنها يعني عند الموت خاصة صار استعماله في الغالب في عند الموت، إذا كان أمر بماله أو في ماله بشيء، هذه الوصية. وإلا الوصية بمعنى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إلى آخره. وبالمناسبة الشيخ ابن باز الإمام رحمة الله عليه، كلما لقيته كان يعرفني وصي الله يعرفني، لأن اسم غريب، وكان يقول: غير هذا الاسم. قلت: يا شيخنا كيف أغير والشهادات وكل شيء فيها؟ فقال: كلما لقيت، يعني ما أذكر إلا في البداية، كلما لقيته يقول: غير غير، وأنا أعتذر. ولكن فائدة هذا الاسم الغريب أن الشيخ كان بمجرد ما أمسك يده يعرفني، سبحان الله. جاء شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه في الحج، قبل ما يطلب منه سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز أن يأتي مدرسا، فجاء الشيخ ابن الهلالي فهرعت إليه وتعرفت عليه، عرفناه من ذكراه ونحن في الهند صغار. فلما وصلت كنت أكون دائما عنده، قال الشيخ: نزور الشيخ بن باز بعد الحج. فرحت معه، فالشيخ من أدبه الجم، الشيخ ابن باز الله يرحمه، لما وصلت سلمت عليه قلت: وصي الله. ما قال شيء، قال: يا شيخ محمد، إيش رأيكم في هذا الاسم، في هذا الاسم ولقد وصي الله؟ أنا أقول له يغير. قال: لا، هذا من الأسماء الحسنة. الشيخ يقول، شيخ الهلالي قال: هذا من الأسماء الحسنة، كلنا أوصياء الله، ولقد وصي، واستشهد بهذه الآية. يشهد الله ما سمعت من بعد ذلك من الشيخ لو قال لي غير. فعلى كل حال أنا وصي الله إن شاء الله. فوصية بمعنى الأمر. واشتهر في عامة الأحيان إذا قيل فلان وصى بعد موته فوصية بعد الموت، وإلا وصى بها إبراهيم بني الله، رب العزة قد وصى وأمر. فالذي يأمره المحتضر أو قريب الموت أو الذي ينتظر الموت ولو كان صحيح الجسم، فأن ينفذ بعد الموت يسمى هذه وصية. أما إذا كان ينفذ في حين حياته هذه هبة، هذه هبة. فالوصية، قال النبي، قال باب ما جاء في الحث على الوصية. وقال في رواية أخرى: لو جاء به الإمام ترمذي كان أفضل، إن الله جعل من ثلث أموالكم بعد موتكم لكم، جاء في الحديث وهو صحيح إن شاء الله. فينبغي للإنسان إذا كان عنده مال فيوصي ثلث المال للفقراء والمساكين وغيرهم، كما هو ناس كثيرون يعملون جزاهم الله خير. فالثلث كثير، لكنه الثلث يجوز في الوصية. باب ما جاء في الحث على الوصية. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا، أخبرنا عبد الله بن نمير أنه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، وهو حفص، عمر بن حفص بن عاصم من آل عمر رضي الله عنه، من الثقات، النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ما حق امرئ مسلم، ما هذه نافية، يعني ليس حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده، يعني ينبغي أن تكون وصية مكتوبة ولو كان غير يعني ليس يخاف الموت، لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحث على أنه ليس من حقه إذا كان شيء يريد أن يوصي يكتب الوصية وتبقى هي محفوظة. كان هذه الرواية عن ابن عمر في رواية البخاري، فكان عبد الله بن عمر لا يبيت إلا وصيته تحت وسادته، تحت وسادته. فإذا الوصية في الحقيقة من أي شيء، أولا يعني الوصية للأهل وغيرهم بتقوى الله تبارك وتعالى، ثم إذا كان المال جزء من المال ينفق في طريق خير كذا أو سبيل خير كذا وكذا، كل هذا لكنه لا أكثر من الثلث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، قال يا رسول الله إن لي مال وليس لي إلا ابنة ترثني، فهل أتصدق بمالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. يقول عبد الله بن عباس الراوي قال لو أن الناس غضوا الوصية، غضوا أي الوصية عن الثلث، لأن قلوا من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير، يعني استكثرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثلث المال هذا متفق على جوازه إن شاء الله في الوصية. كذلك وصية أمور أخرى، الخطيب البغدادي لما أراد أن يموت فوصى بمكتبته الكبيرة للخليفة، سبحان الله، قال هذا في يد الخليفة. الشيخ الألباني رحمة الله عليه قبل موته بعشر سنوات كتب وصية لمكتبته للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نعم. وواحد من الإخوان نعرفه توفي رحمة الله عليه، عبد الرحيم صديق، جزء كبير منه، وهذا الرجل قد أفق لجمع المخطوطات المصورات وقت ما كانت مصورة بريال واحد قديم بورق تصوير قوي، كان يستجلب من الخارج يروح هنا هناك، وحتى وصل إلى هونولولو، سبحان الله، فين هذا؟ وراء روسيا. فكان يأتي بالمخطوطات ثم بعد ذلك ختم عليها كلها، ثم محلها إلى البيت العتيق، ووصى بمكتبة الحرم المكي، والآن جانب كبير له في مكتبة موجودة. فعلى كل حال، نعم، فينبغي للمسلم ألا يهمل هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن أبي أوفى، وهو أنه أخرجه البخاري من طريق طلحة بن مصرف، قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. قلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله، فإذا لم يكن شيء فيوصي أهل بيته، على الأقل إذا كان من عادة الناس أنهم يبكون وراءه بكاء غير شرعي، فلا بد أن يوصي أنهم لا يبكون، لأن ولا يتبعونه البخور أو شيء من هذا النوع، وفي الجاهلية كانت أشياء كثيرة من هذا النوع، ولذلك الميت يعذب ببكاء أهله. قال الإمام البخاري إذا كان من سنته، ما معنى من سنته؟ ربما أوصى أن تبكون، إذا مت فابكيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبدي. فإذا كان يعرف أنهم يبكون لابد أن يوصي بأنه لا تبكوا علي، وإذا بكوا بعد هذا فليس عليه شيء، لكنه إذا كان أوصى بأن تبكوا فهو الذي يقال هذا الميت يعذب ببكاء أهله، لأنه من فعله هو أوصاهم أن يبكوا. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي من الثقات المعروفين التابعين عن سعد بن مالك قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مارض. هو سعد بن مالك، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زارني وأنا مريض، فقال أوصيت؟ قلت نعم. قال بكم؟ قلت بمالي كله في سبيل الله.
قال فما تركت لولدك؟ قال هم أغنياء بخير. قال أوس بالعشر فما زلت أناقصه حتى قال أوس بالثلث والثلث كثير. قال أبو عبد الرحمن ونحن نستحب أن ينقص، أبو عبد الرحمن السلمي يقول أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، وهذا قول ابن عباس أيضا وهو في صحيح البخاري. قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث سعد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه وقد روي عنه والثلث كبير، يعني كبير أو كثير. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث ويستحبون أن ينقص من الثلث. وقال سفيان الثوري كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع والربع دون الثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا ولا يجوز له إلا الثلث، يعني لا أكثر من الثلث. وهذا هو على كل حال الذي استحسنه الأئمة رحمة الله عليهم، إلا إذا لم يكن عنده ورثة ففي حد نعم. فمن بدلها بعدما سمع بعدما إيش فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، لا يصح أن يبدل إلا إذا كانت وصية بالحرام فهذا قطعا يجب أن يغير إذا كان، أما إذا كان وصية بالمباح وبالجائز فلا يجوز أن يغير. إذا كانت زائدة على الثلث نعم ينظر فيه، ولي أمر المسلمين هو الذي ينظر فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، الظاهر يجوز أن يحدد في الثلث نعم. باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له نعم. كيف يلقن؟ قالوا أنه يقال قل لا إله إلا الله، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضر أمه أبو طالب جلس عند رأسه وقال يا أم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فعلى كل حال، أو بعضهم قال لا يقال قل لا إله إلا الله بل يقال أمامه لا إله إلا الله كثير، لأنه يكون في حالة التضجر والسآمة، ربما يقول لا أقول فينكر شيئا، يعني الواجب عليه أن ينكر في هذه الحالة، فربما يكون تكون عاقبته لا خير فيها. ولذلك على كل حال الأئمة وجدنا أنهم كانوا يلقنونه بالنطق أمامه. ذكر ابن أبي حاتم هنا، ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله في مقدمة الجرح قال جرح التعديل قال باب ما ظهر لأبي زرعة من سيد عمله عند وفاته، في الجزء الأول هذا المقدمة، باب ما ظهر لأبي زرعة من سيد عمله عند وفاته. سمعت أبي يقول، ابن أبي حاتم يقول سمعت أبي يعني أبا حاتم يقول مات أبو زرعة مطعونا مبطونا بعرق جبينه في النزع، فقلت لمسلم بن محمد بن مسلم وهو ابن وارة ما تحفظ في تلقين الموتى؟ ما قال يا أبا زرعة قل لا إله إلا الله، قال ما تحفظ؟ خاطب صاحبه الذي معه في زيارة المريض قال ما تحفظ في تلقين الموتى؟ لا إله إلا الله. فقال محمد بن مسلم يروى عن معاذ بن جبل فمن قبل أن يستتم محمد بن مسلم رفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع فقال حد. روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة مات، سبحان الله، فصار البيت ضجة ببكاء من حضر، سبحان الله. قال هذا ومات في حينه، فهذه من سيد عمله يقول، يعني يكون خاتمته إن شاء الله بالخير، والخاتمة بالخير الدعوة لها هذا مطلوب أيضا نعم. وهذا الحديث أخرجه غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم نعم. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية كلهم ثقات أثبات عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فالتلقين كيف يكون؟
بمجرد ما رأوا آثار الموت كل واحد يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى هو يقول أيضا هذا هو الأفضل الذي استفضلوه. لكن إذا قال قل لا إله إلا الله أيضا لا يكون منهيا عنه، لكنهم يخافون، لأن هذه يعني هذا وقت حاسم جدا، لأنه إذا كان في التوضؤ يقول لا ما أريد هذا ما أقول، فيكون يخاف على عاقبته، والله المستعان. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأم سلمة وعائشة وجابر وسعدة المرية وهي امرأة طلحة بن عبيد الله، قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن غريب صحيح. قال النووي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله في شرع مسلم معناه من حضره الموت ذكروه لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه، ليكون لا إله إلا الله آخر كلامه، كما في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والأمر بهذا التلقين أمر ندب، وأجمل علماء ولا هذا التلقين وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه أو يتكلم بما لا يليق. وهذا المعنى في الحقيقة معقول، ولذلك ينبغي أن يكون الناس الذين عنده هم بأنفسهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيكون إن شاء الله الإنسان يتذكر. نعم. ثم قال حدثنا حناد وهو ابن السري أنه قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن العامش عن شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي من المخضرمين الكبار، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميتة، أي ميتة قريب الموت يعني ليس معناه بعد موته، فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، لأن الملائكة يكونون بعد عند أو قبل موته، وبعد موته يخرجون مع روحه. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة مات، فقال قولي اللهم اغفر لي وله وعاقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلت فعاقبني الله منه من هو خير منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سلمة هي زوجة أبي سلمة، وكان من المهاجرات إلى الحبشة وإلى المدينة، ولما مات أبو سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم ادع الله له اللهم اغفر لي وله وعاقبني منه عقبى حسنة، يعني اجعل من يكون بعده لي أحسن منه. قال فقلت لكن في رواية أخرى قالت ما قال من في رواية أخرى اللهم جرني في مصيبتي، ما قال عبد إلا أخلف الله له خيرا منه. فقالت قلت ولكن كنت أقول في نفسي من يكون خيرا من أبي سلمة، فلما خطبني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هذا هو، فأعقبني الله وأخلفني الله له خيرا من أبي سلمة. شقيق ابن سلمة أبو وائل الأسدي قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن صحيح، وقد كان يستحب أن يلقن المريض عند الموت قول لا إله إلا الله. قال بعض أهل العلم إذا قال ذلك مرة فما لم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي أن يلقن ولا يكثر عليه في هذا. وروي عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله وأكثر عليه، فقال له عبد الله إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام، وإنما معنى قول عبد الله إنما أراد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في التشديد عند الموت. تشديد أي حصول الشدة لكل ميت مهما كان، وهو الذي يقال كرب الموت أو سكرات الموت. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث ابن سعد يعني عن ابن الحاد يزيد عن موسى ابن سرجس عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء
وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم إني على غمرات الموت أو على سكرات الموت. هذا الحديث في الحقيقة قالوا إن هذا يعني فيه ضعف، لكنه إن شاء الله ليس ضعفا. موسى ابن سرجس هذا وثقه ابن حبان، وإن كان قال بعضهم أنه ضعيف أو مجهول فيكون الحديث حسنا. وتتبعت هذه الرواية فأكثر من خرجه من طريق موسى ابن سرجس مداره عليه، ولذلك بعض العلماء ضعفوه، إلا أن له شاهدا صحيحا في صحيح البخاري. انظروا صحيح البخاري في صحيح البخاري رقم 4449، قالت عائشة رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت وبين يديه ركوة أو علبة ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم يصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يشهد له إن شاء الله الحديث بهذا المعنى صحيح، أنه في الماء القدح وكان يدخل يده في القدح ويقول إن للموت سكرات. هناك أيضا إن للموت سكرات اللهم إني على غمرات الموت وسكرات الموت، كلاهما قريب من معنى، فالحديث يكون هذا حسنا لغيره بذاك الصحيح إن شاء الله. نعم. ولا شك أن النبي عائشة، وجاءت رواية أخرى عائشة رضي الله عنها وهي في طبقات ابن سعد برواية صحيحة، قالت عائشة رضي الله عنها كنت أظن أن من كان يصاب بشدة الموت عند الموت فما كنت أظن فيه خيرا حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد الناس كربا عند الموت فغيرت فكرتها، يعني كانت تظن. كل هذا صحيح لا شك فيه، وأيضا يتأيد هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل من الصالحين، فيكون حتى سكرات الموت وغيره في أول الأمر لا شك أن الرجل الصالح يكون عليه شديد، ثم بعد ذلك إذا أراد الملك أن يخرج روحه فتخرج كما جاء في حديث آخر بسهولة كما تخرج القطرة من فم السقاء، لكن في أول الأمر لابد أن يعاني ألم الموت وسكرات الموت شدة، سمي السكرات شدة الألم حتى كاد أن يكون الإنسان سكران في الحقيقة، ولا يعني ربما لا يملك نفسه ووعيه. نعم. ولذلك سميت غمرات الموت أو سكراته. ثم قال حدثنا الحسن بن الصباح البغدادي الثقة قال حدثنا محمد بن مبشر، مبشر اسمه الحلبي ثقة، عن عبد الرحمن بن العلاء وهو مولى حرقة عن أبيه علاء بن يعقوب الحرقي عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أغبط أحدا إذا كان أحد لم تظهر عليه آثار شدة الموت وسكرات الموت ما أغبطه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه الموت شديدا جدا، فلا أقول أن فلانا مات يعني حالة حسنة وكذا. شدة الموت عند الموت هذا قد يرفع درجات المؤمن وإن كان صالحا. نعم. أيضا جاءت رواية بلفظ آخر الحديث أخرجه البغوي عن القاسم نفسه، لا عن القاسم، ليس عن القاسم، عن ابن عمر عن عائشة، عن القاسم عن عائشة لا أكره شدة الموت لأحد بعد الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أحمد بن الحسن قال سألت أبا زرعة عن هذا الحديث وقلت له من عبد الرحمن بن العلاء، قال هو علاء ابن اللجلاج، ليس هو ابن الحلبي الحرقي، ليس مولى الحرقة، إنما هو علاء ابن اللجلاج نزيل هلم مقبول من السابعة عن أبيه العلاء بن اللجلاج وهو ثقة. نعم. عن أبيه عن ابن عمر
والحديث له طرق أخرى كما هو ذكرت لكم هذا الحديث عند البغوي وأخرجه أبو داود وكذلك ابن ماجه وغيرهم. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن الحسن وهو شيخ الترمذي أبو أحمد بن الحسن الترمذي ثقة قال حدثنا مسلم إبراهيم وهو الفراهيدي قال حدثنا حسام ابن المسك حسام ابن المسك ابن ظالم ابن شيطان هكذا كان اسمه قالوا إنه ضعيف. ثم قال حدثنا أبو ماشر وهو نجيح أبو ماشر نجيح ابن عبد الرحمن أبو ماشر نجيح ابن عبد الرحمن عن إبراهيم عن القمة قال سمعت عبد الله يقول سمعت رسول عبد الله ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نفس المؤمن تخرج رشحا ولا أحب موتا كموت الحمار. قيل وما موت الحمار؟ قال موت الفجأة. يعني هذا الحديث حسنوه ولأجل أن أبو حسام بن سك فيه ضعيف لكنه جاء من طرق أخرى كما ذكره والشيخ الألباني في الصحيح ذكر له عدة طرق وأثبت أن هذا الحديث حسن موت الحمار وموت الفجاء. لماذا يكره النبي صلى الله عليه وسلم موت الفجاء؟ قالوا لأن الإنسان مهما كان إذا كان يموت شيئا فشيئا رشحا كأنه على أمد يكون مريضا بعد المرض قد يشتد عليه المرض وهو في حالة قبول التوبة فيتوب إلى الله تبارك وتعالى. أما إذا مات فجأة لم يجد فرصة التوبة فهذا بهذا المعنى أيضا يكون مكروها موت الفجأة. لكنه إذا كان الإنسان لابد أن نقول أيضا أنه جاء في بعض الروايات أنه موت الفجأة صدقة للمؤمن كأنه يكون معناه إذا كان هو إن شاء الله صالحا ودائما مستعد حتى إن بعضهم كان يقال فيه أنه لو قيل له غدا تموت لا يزيد من عمله شيء مثل هؤلاء إذا ماتوا فجأة لا يضره. نعم. ثم قال باب حدثنا زياد بن أيوب والبغدادي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح تمام بن نجيح الأسدي هذا ضعيف عن الحسن والبصري في علة تدليسه عن أنس بن مالك ماذا حصل مضاربة اتركوهم أنتم كانوا جاء الفيل قصة في زمن مالك رحمه في زمن مالك رحمه الله جاء الفيل كلهم انتبهوا إليه إلا الليث بن سعد منه وقالوا على كل حال قال حدثنا زياد بن أيوب أنه قال مبشر حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن النجيح تمام بن النجيح الأسدي هذا ضعيف في الحفظ عن الحسن أنا أنس علة أخرى الحسن البصري وهو مدلس لقي الحسن لكنه يعني دلس هنا أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين رفع إلى الله ما حفظ من ليل أو نهار فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا. يعني كأنه يقول الملكان اللذان يكتبان عمل المؤمن ما من حافظين رفع إلى الله إليه يسعد الكلم الطيب ما حفظ من ليل أو نهار فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا إلا قال الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. يعني كأنه فيه حث على أن الإنسان ينبغي أن يكون دائما على عمل خير وصحيفته بيضاء من غير سوء فيكون إن شاء الله يشهد الله ملائكته. هذا الحديث ضعفوه لكنه لا شك أن الملائكة إذا رفعوا دائما الخير للإنسان فهناك أدلة واضحة جدا. الحديث هذا ضعيف جدا قالوا فيه راوي مكذب أو تمام بن نجيح بعضهم كذبوه لكن الذي يظهر إن شاء الله أن معناه يكون صحيحا بمعنى أنه إذا كان الإنسان جميع أعماله ترفع وهو على خير وصحيفته بيضاء فيكون إن شاء الله مغفورا له عند الله تعالى وإن كان بهذا اللفظ الحديث ضعيف.
باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين. قال حدثنا الآن قرأنا أن أبو زرعة مات بعرق الجبين. قالوا إن عند الموت إذا جاء في الجبين العرق فهذا على الجبين عرق فيستبشر به خير، هكذا. هناك يذكرون أشياء لا ينبغي أن يذكر، لا يتشاءم الناس. قالوا إذا كان خاصة الأنف، الله المستعان، الأنف يعوج، أما صالح الناس فيكونون على هيئتهم، لكن الذين يكونون ليسوا بصالحين فالأنف يعوج بالمرة، هكذا قالوا. ورأوا ناس أن الأنف يعوج، لكن الله أعلم بما صارت له خاتمته. فعرق الجبين عند الموت قالوا إن هذا فيه بشرى له أن موته موت خير. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا يحيى بن سعيد أن يحيى بن سعيد القطان أن المثنى بن سعيد هو مثنى بن سعيد الضبعي من الثقات المعروفين، أن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين، يعني يعرق جبينه المؤمن. لكن هل هو المقصود الظاهر عبارة عن شدة الموت الذي مر بنا، يعني هو لا يموت بسهولة ولا تأتيه شدة الموت وسكرات الموت، المؤمن يموت تأتيه شدة الموت حتى يعرق جبينه وجسمه إلى آخره. هذا معنى. والمعنى الآخر قالوا أنه أن المؤمن دائما يكون في كد وكدح لاكتساب الرزق الحلال حتى يموت. المؤمن يموت بعرق جبينه، يعني يكدح ويكد ويجد لجمع المال الحلال ولأكل الحلال له ولأهله حتى يأتيه الموت. كلا المعنيين على كل حال فسر العلماء. نعم، لكن كثيرا ما ذكر عند الموت إذا رأوا على جبين أحد العرق فيستبشرون به، كما رأيتم هنا عند أبو زرعة قالوا أنه مات. قال ماذا؟ يقول مات أبو زرعة مطعونا بالطاعون، مبطونا في المال، ألم في البطن، بعرق جبينه في النزع. فكأنهم كانوا يستبشرون هذا، وموجود موجود في كلام الصالحين أو في الصالحين أنه مات بعرق جبينه. فكلا المعنيين على كل حال مطلوب، هو دائما يكد ويتعب حتى يأتيه الموت. عائشة رضي الله عنها لما سمعت بموت علي رضي الله عنه ما كان فيه بينهما خلاف، فكأنها تمثلت بهذا المعنى، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. كأنها يعني مثلت بأنه كان متعبا طول حياته في طاعة الله ومع إخوانه الذين حملوا السيف عليه ومع الخوارج مع الشيعة حتى أتاه اليقين، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. نعم، المؤمن يموت بعرق جبينه. باب ما جاء. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد قال بعض أهل العلم لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة، وقتادة ابن دعامة قالوا يحتاج إلى دعامة مدلس ما هو كذا، فمن هنا قالوا أنه لا نعرفه، لكنه يعني في الباب عن ابن مسعود أخرجه الشيخان قريبا من هذا المعنى إن شاء الله، فيكون الحديث صحيح إن شاء الله، ولو كان لم يصرح بالسماع من عبد الله بن بريدة. هو قتادة يروي عن الصحابة، لكن هنا عبد الله بن بريدة هو تابعي، فأحرى به أن يكون سمع منه إن شاء الله. نعم، باب قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد. عبد الله بن أبي زياد وهو عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني، وهو من الصدوقين. قال وحدثنا هارون بن عبد الله البزار، هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي البزار ثقة. قال حدثنا سيار هو ابن حاتم ثقة. قال حدثنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي، جعفر بن سليمان الضبعي قالوا ثقة كان يرمى بالتشيع. عن ثابت وهو ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت
فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وآمنه مما يخاف. نعم، فيعوذ الإنسان نفسه بالشكر لله تعالى ويخاف الله تعالى ويرجو رحمته، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، مهما كان، مهما جاءت عليه الأمور وذلهمت عليه الظروف، ينبغي للإنسان أن يكون راجيا من الله الخير والفرج. فعند الموت أيضا خاصة يخاف ذنوبه ويرجو رحمة الله، فيكون إن شاء الله لا يخيب الله رجاءه. نعم. باب ما جاء في كراهية النعي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصرا، ولا يضر إن شاء الله في صحة الإسناد، قد يروي الفتوى أو قد يروي اختصارا التابعي ويحذف، قد يصل إن شاء الله وكلاهما يكون صحيحا. باب ما جاء في كراهية النعي. النعي هو الإخبار عن موت الميت، نعى خاصة، نعى عليه فلان ونعى عمر رضي الله عنه. جاء في بعض الروايات أنه سمع هاتفا يقول، وفي فضائل الصحابة موجود، فقال قد نعى إلي الموت، هكذا هو نفسه. جاءت رواية أنه في الشعر قال فأنه كذا وحجه نزل كذا، فقال نعى إلي. على كل حال، الإخبار عن الموت أو الإشارة إلى الموت هذا يسمى النعي، إخبار بموت الميت النعي. وهنا في كراهية النعي الحديث جاء خلاف هذا، نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية. وهنا انظروا، قال حدثنا محمد بن حميد الرازي، وهو من المتروكين في الحقيقة، ليس ضعيفا فقط بل متروك. قال حدثنا حكام بن سلم، حكام بن سلم هذا ثقة له بعض الغرائب. قال حدثنا هارون بن المغيرة، وهو هارون بن المغيرة ابن حكيم البجلي ثقة. عن عنبسة، وهو عنبسة ابن سعيد المصري. نعم. أنا أبي حمزة، هو ميمون أبو حمزة السكري. عن إبراهيم، وهو إبراهيم بن يزيد النخعي. عن علقمة، وعلقمة بن وقاص. قال أنا عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم النعي فإن النعي من عمل الجاهلية. قال عبد الله والنعي أذان بالميت. وفي الباب عن حذيفة، حديث حذيفة أخرجه الترمذي، أياتي الآن إن شاء الله. فهنا النعي من عمل الجاهلية، وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، فنفرق أين النعي الإسلام غير ونعي الجاهلية غير. إذا أخبر الناس بالموت بأن فلانا مات حتى يحضروا ويدعوا له ويشتركوا له في الدعاء، إن شاء الله لا يكون حراما. لكن نعي الجاهلية واجب له، أن حد الجبل، أن حد الجود، ذهب الجود والكرم، كانوا بهذا يعني يفتخرون حتى في موت هذا الجواد. فهذا النوع هو الذي نهي عنه، لكن إذا كان بإخبار للموت فقط بأن فلانا مات، اشهدوا له، احضروه، وادعوا له، فهذا إن شاء الله لا يكون منهيا عنه. نعم. قال وفي الباب عن حذيفة، تأتي رواية حذيفة الآن بعد قليل إن شاء الله. نعم. الحديث ضعف الألباني وضعيف، قلنا لأن محمد بن مداره على محمد بن حميد شيخ الترمذي، وهو محمد بن حميد الرازي شيخ الطبري وغيرهم كبير، لكنه متروك مكذب. نعم. قال حدثنا، فإذا لا شك أن هناك جاء أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي في موضع آخر، النعي بمعنى نعي الجاهلية، نهى عن النعي نعي الجاهلية. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، هو سعيد بن عبد الرحمن بن حسان من الثقات المخزومي، قال حدثنا عبد الله بن الوليد، وهو عبد الله بن الوليد بن ميمون أبو محمد المكي،
سد العدني عن سفيان وهو الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله نحوه ولم يرفعه ولم يذكر فيه والنعي أذان بالميت أي إخبار بموت الميت. فهنا قال لم يرفعه هناك أن علقمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موضع آخر قال أنا علقمة عن عبد الله قال إياكم والنعي، قال إياكم والنعي. قال أبو عيسى هذا أصح من حديث عنبسة، عنبسة الذي مضى بنا هو حديث محمد بن حميد الرازي عن أبي حمزة، لأن كأنه يرى أن عنبسة يروي عن أبي حمزة، وهناك سفيان الثوري يروي عن أبي حمزة، وسفيان أحفظ وأقوى في درجة الضبط وكذا من عنبسة ابن سعيد وهو صدوق. نعم. ويقول هذا صح من حديث عنبسة عن أبي حمزة، وأبو حمزة هو ميمون الأعور، ليس هو سكري، قال هو حمزة ميمون ابن عبد الله الأعور فيما أذكر، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. فإذا يكون على كل حال الحديث فيه ضعف، لكن الراجع فيه أنه من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على ما رجح الترمذي رحمه الله من حيث الإسناد. ونقول أن جاءت رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي في روايات أخرى، فلا شك أنه يكون المقصود منه نعي الجاهلية، وهذا بهذا التفصيل لم يصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب، وقد كره بعض أهل العلم عن النعي والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته، وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يعلم أهل قرابته إخواني، وروي عن إبراهيم أنه قال لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته، ليس بلازم أن يكون الموقوف، وأيضا ضعيف، لكنه الموقوف أيضا ضعيف أنه كان نهى عن أمر الجاهلية أو النعي، لكن نقول جاء في رواية أخرى صحيحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، وكنا نعد الاجتماع. انظروا الحديث صحيح، جاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، وكنا نعد الاجتماع عند الميت بعد دفنه من النعي هكذا. من النياحة، ما هو ما يذكر من النياحة، أنا أذكر أن النعي موجود، راجع الكتاب فيه إن شاء الله عندك. نعم. الشامل أشوف إذا كان تقدرون حتى نثبت معلوماتنا. وقد كره بعض أهل العلم عن النعي والنعي عندهم أن ينادى في الناس بأن فلان مات، قال أبو الطيب في شرحه أن يركب راكب وينادي في الناس فهذا نعي الجاهلية وهو مكروه، ويؤيد حديث عبد الله إياكم النعي. وقوله وقال بعض العلم لا بأس بأن يعلم، يعني إن نعي غير الجاهلية لا بأس به وتركه أولى، والذي عليه الجمهور أن مطلق الإعلام بالموت جائز وليس فيه ترك الأولى، بل ربما يقال إنه سنة. هذا الذي أنا كنت أريد أن أقول، أنه مطلقا لا يكون يعني ينحصر أن يعلم أهل قرابته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي قال قوموا وصلوا على أخيكم فإنه مات بأرض كفر، فما قال لأهل قرابته، ليس له هنا قرابة، أي قرابة؟ فيقول هنا قال يقال إنها سنة. هذا كلام صاحب عون المعبود لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم عن النجاشي، رواه البخاري. وقال بعض الفضلاء معنى قوله والنعي عندهم أي حمل النهي على مطلق النهي وهو خبر الموت، كما في مقتضى كلام حذيفة على طريق الاحتمال حيث قال فإني أخاف. فقوله وقال بعضهم يحمل الحديث على نعي أهل الجاهلية، أقول توجيه حسن، إلا أنه يأبى تفسيره للقول الأول بما فسره به تفسيرهم بقول أن ينادى إلى آخره. قلت المصنف الشارح صاحبه تحفة الأحوذي يقول قول الفضلاء أظهر مما قال أبو الطيب، فتفكر قال الحافظ في الفتح والحاصل أن محض الإعلام
بذلك لا يكره، فإن زاد على ذلك فلا. وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك، حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون ناعيا. الذي يظهر إذا جمعنا إن شاء الله الروايات والطرق فيظهر أن النهي جاء النهي عنه، لكن النهي يكون على طريقة الجاهليين، أما مجرد الإخبار ليشهدوا جنازته وليكثروا، وما من مسلم يشهد عليه 140، جاء في بعض الروايات 140، وشفعوا له إلا شفعوا فيه. فبهذا المعنى إذا قلنا إنه فإني أخشى أن يكون نعيا إذا كان حمل أهل البيت ودفنوه، فمتى يشهدون أو متى يحضرون؟ إيش الرواب؟ وجدتم شيء؟ أن جرير بن عبد الله البجري: كنا نرى الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام من النياحة. نعم، نياحة. فعلى كل حال الذي جاء أنه حتى لو كان لغير القرابة وبغرض أن يشهد كثير من الناس ليشهدوا له ويدعوا له، فإن شاء الله لا يكون منهيا عنه، إنما يكون منهيا إذا كان بالمفاخرة. كانوا يتفاخرون حتى بإعلان في الإعلان الميت: فارس العرب مات، جواد العرب مات، على كذا. وهذا كانوا يقومون على مواقع على الجبل وكذا في القديم. فالذي يظهر إن شاء الله الخلاصة أنه إذا كان على إخبار ليشهدوا إن شاء الله وليس هناك مخالفة فلا يكون منهيا عنه، ولو أخبروا إلى مكان بعيد إن شاء الله، لكن غاية ما فيه لا ينتظر يوم يومين حتى يحضر ناس من بعيد، إنما من حولهم إذا حضروا إن شاء الله فكفى. ولا يجوز تأخير الدفن إلى أيام حتى يحضر ناس من مكان بعيد ويجعلونه في الثلاجات الآن في الزمان، هذا كله غيره أولى منه. نعم. النعي المنهي عنه مثلت لك، كانوا في الجاهلية يقولون: مات جواد العرب، مات فارس العرب، احذروا. نقول حتى لو قلت أنا وأنت إن فلان من قريبي مات، الله يغفر له، إن شاء الله إذا قدرتم تحضروا وتدعوا له، أو تدعوا له مطلقا ولو لم تحضروا بهذه الصورة عادية إن شاء الله، كما يخبر أي واحد أي خبر عادي ليس فيه تفاخر ولا فيه تباهي بأنه جاء حضر ناس كثيرون وكذا. إذا عرفوا الإمام أحمد رحمه الله قال: بيننا وبين من هم؟ بين أهل البدع الجنائز، فيحضرون في أهل السنة الناس كثيرين، وأهل البدع يقول أنهم قليلون لا يحضرون. في تلك الأيام أهل البدع كانوا مكبوتين، والإمام أحمد حضر في جنازته من لا يحصى كثرة. فلا يمكن هذا إلا إذا كان أخبروا، بارك الله فيكم. أما بالميكروفون وغيره الله أعلم لا يصل، لكنه إذا كان وراء الصلوات قبل الصلاة مات وفي مسجد إذا أخبر الناس لا بأس إن شاء الله يكون، إنما القصد منه أن يشهدوا له بالوحدانية، يشهدوا له بالإيمان إن شاء الله ويشفعوا فيه إن شاء الله. أما إعلان في الصحف هذا الله أعلم ما يصلح، لأن إعلان في الصحف في الحقيقة هذا يدخل في المباحات أن فلان مات وكان ثم بعد ذلك في الصحف أنه كان كذا وكذا وكذا وكذا، وقد يطرون في الثنايا عليه، الظاهر لا يصلح. نعم. قال: حدثنا أحمد بن مني والبغوي أنه قال: حدثنا عبد القدوس ابن بكر ابن خنيس هو الكوفي لا بأس به، قال: حدثنا حبيب ابن سليم، حبيب ابن سليم هذا قالوا مقبول، عن بلال ابن يحيى العبسي صدوق، عن حذيفة ابن اليمان قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي، أي لا تخبروا بي، إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. هذا هو النعي، ينهى عن النعي. ما هو النعي؟ الظاهر هو نعي الجاهلية، وقد نعى بنفسه، فالفارق حاصل بين النعي الجائز، لكن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه
لشدة احتياطه قال أنا أخاف أن يكون من الني، ما جزم بأنه الني، فإن شاء الله إذا كان يخبر بغرض أن يحضر الناس للدعاء له أو لم يحضروا ودعوا يدعون له لا يكون إن شاء الله فيه حرج. هنا حبيب بن سليم العبسي مقبول توبع أو إذا توبع، لكن ابن حبان وثقه ولذلك بعضهم صحى أو حسن هذا الحديث. نعم. هنا قال حتى من طرقهم قالوا أنه كان يقول يا نعاي العرب، يعني يا نعاي ليس يعني الناعين والناعيات، فكانوا يثيرون العرب كلهم بموت واحد، فيكون لا شك أنه يكون إعلام بموت تباهيا وتفاخرا، وهذا لا يجوز إنما لغرض حسن. باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الأولى، الصدمة الغم والحزن إذا صدمه في المرة الأولى فهنا ينبغي للإنسان أن يتماسك ويمسك نفسه ويصبر، لأنه مهما كان هذا الإنسان مهما أصيب من المصائب يوم يومين ثلاثة المصيبة تخف عليه، ولذلك ترى أنه لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المسلم فوق اليوم الأول غضب عليه غضبا شديدا، اليوم الثاني يخف، واليوم الثالث ينبغي أن ينتهي خلاص، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. كذلك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها، فأربعة عشر وعشر، فالثلاث هذه لها اعتبار. الإنسان مهما كان في هم وغم شيئا فشيئا القلب يتمهد له ويصبر، لكن إذا صدم أول مرة وتماسك وقال إنا لله وإنا إليه راجعون ولم يتسخط ولم يأتي بشيء يظهر سخطه على قدر الله فهذا هو المطلوب. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب ثقة عن سعد بن سنان ويقال سنان بن سعد المصري صدوق، عن أنس رضي الله عنه قال الصبر عند في الصدمة الأولى، هكذا جاء عند الترمذي، لكن عند البخاري جاءت هذه الرواية بأطول منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر وكانت امرأة تبكي على ابنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبري ولا تبكي، فقالت إليك عني فإنك لم تعرف مصيبتي ولم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إليك عن قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فلما أخبرت أنه رسول الله أصابها مثل الموت. ففي صحيح البخاري في كتاب في كتاب اللباس أظن أو نعم، فجاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم وبابه مفتوح ولم تجد عندها بوابين، باب البواب ذكر الإمام البخاري، ولم تجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أنت ما صبرتي، الصبر يكون عند الصدمة الأولى هو المطلوب، أما فيما بعد الصبر يأتي رغما أن فيه. نعم. فينبغي للمسلم أن يكون دائما مع الله تبارك وتعالى، ويكون إن شاء الله بمجرد ما الذين إذا أصابتهم مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن شاء الله ربنا يصبره ويقوي قلبه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، غريب في الغالب الترمذي رحمه الله يقول إنه ضعيف هذا في كثير من الأحيان، لكن هنا غريب بمعنى متفرد، وهو حديث حسن أو صحيح إن شاء الله، لأن الرواة ثقات إن شاء الله أو صدوقين. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر أنه قال حدث أن شعبة عن ثابت البناني، رجال كلهم ثقات وثبات، رجال البخاري بهذه الرواية، عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الصبر عند الصدمة الأولى. نعم. هذا حديث حسن صحيح. قال ثم بعد ذلك جاء باب ما جاء في تقبيل الميت، يعني بعد ما يكون مات الإنسان
هل يجوز تقبيله أم لا؟ قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام الثقة قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عاصم بن عبد عبيد الله عن القاسم عاصم بن عبد الله العدوي هذا ضعيف هو من آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضعيف اللي في الحفظ نعم عن القاسم بن محمد فقيه المدينة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مذعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تضرفان صلى الله عليه وسلم هذا الذي يسويه عاصم لكن الرواية جاءت من طرق أخرى بذات تقبيل عثمان بن مذعون عن ابن عباس وجابر وعائشة قالوا إن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت لكن تقبيل عثمان بن مذعون أيضا جاء لأنه كان أخا رضاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى صلى الله عليه وسلم وهو يعني قال كأني في رواية ابن ماجه كأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه صلى الله عليه وسلم فالرواية إن شاء الله حسنة وهناك في تقبيل الميت مطلقا رواية أبي بكر الصحيح أنه جاء وكان النبي صلى الله وهو كان بالصنح عند موت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم مسجا ببرد فرفع البرد وقبل ما بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الموت قال أما الموت الذي قد اللفظ الذي فيه لن يكتب الله لك موتتين الموت الذي كتب الله عليه قد أتاه بهذا المعنى فأبو عمر سمع لما سمع قال من قال إن محمدا مات ضربت عنقه فأخذ أبو بكر رضي الله بجانب وذهب إلى سقيفة وعمر وراءه فقال قرأ الآية إلا إن من كان وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فيقول عمر كأني لم أسمع هذه الآية إلا آنفا وكادت ألا تمسكني رجلايا فالحاصل على كل حال تقبيل هذا مطلقا صحيح وأما تقبيل عثمان بن مذعون أيضا صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أخرى نعم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح ثم قال باب ما جاء في غسل الميت غسل أو غسل الظاهر غسل الميت غسل الميت هنا غسل الميت واجب وغسل الميت كيف يغسل الميت الظاهر فقال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا هشيم أنه قال أخبرنا خالد ومنصور وهشام هنا خالد هو خالد بن عبد الله الطحان منصور بن المعتمر هشام هو هشام بن أبي عبد الله القردوسي أو هشام بن هشام الدستوائي هشام بن أبي عبد الله سمبر الدستوائي فأما خالد وهشام فقال أن محمد وحفصة إذا هشام بن حسان أو هشام بن الدستوائي لأن هشام بن حسان هو الذي يروي عن محمد بن سيرين أي نعم فهشام بن حسان قال أما خالد وهشام فقال أن محمد وحفصة محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين أخته وقال منصور أن محمد فقط يعني لم يسمع منصور إلا أن محمد وهؤلاء الاثنان سمعوا أن محمد بن سيرين وأخته حفصة وكلاهما يروي أن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم يغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن يعني كأنه حدد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الغسل وترا وإذا رأوا فثلاثا خمسا ستا لو فرضنا أن هناك قد يكون الميت يحتاج إلى إزالة بعض الأشياء
من العذرة وغيرها يكون نشف عليه ويكون زيادة عليه، والله أعلم أنه جائز إن شاء الله، ولا يقال أنه لا يجوز أكثر من خمس إذا كان يحتاج إن رأيتن ذلك. هذا يدل على أن الغاسل في نظره إذا رأى أن يزيد يزيد، لكنه بالوتر. فإذا فرغتن إن رأيتن واغسلنها بماء سدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عتية: فإذا فرغتن، أم عتية ومن ماها من تغسل، فلما فرغنا آذناه أي أخبرناه فألقى إلينا حقوه، أي إزار الحق الإزار الأصل. الحق هو الذي وسط الإنسان يربط فيه الإزار، فقصد به ألقى إلينا إزاره صلى الله عليه وسلم، فقال: أشعرنها به. أشعرنها أي اجعلنا هذا الرداء مع بشرته شعارا لها، لا يكون قبلها قبل هذا الحق والإزار شيء من الثياب. هذا الحق هو الذي ملاصقا لشعرها وشعارها وجسدها. أشعرنها به. قال هشيم وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشاما منهم، قالت: وظفرناها أو ظفرنا شعرها 3 قرون. قال هشيم: أظنه قال: فألقينا خلفها. قال هشيم: فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عتية قالت: وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء. هذا تفصيل واضح جدا في غسل الميت. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، الذي يظهر والله أعلم قالوا أنه أن الميت يوضأ فيغسل يده كما يغسل في الوضوء، ثم بعد ذلك يمضمض، ثم بعد ذلك إذا أمكن فيدخل الماء والاستنشاق، ثم وجهه، ثم وطبعا يبدأون باليمين ثم اليسار، ثم بعد ذلك يبقى غسل الرجلين، هل يغسلون فيما بعد كما يغسل في الغسل أما ما الوضوء، ثم بعد ذلك ما الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، وعلى ما هو معروف. هنا السؤال: ظفرناها 3 أو ظفرناها 3 قرون. الظفر يكون الظاهر فتل مو كذا، وليس إرسال. لو أرسلوا الشعر هذا إرسال، لكن ظفر معناه فتل. فثلاثة قرون قالوا أنها وتجعل هذه القرون تحت الظهر، تحت الظهر الشعر. وهنا يختلف فيه. قال أبو عيسى: حديث أم عتية في الباب عن أم سليم. قال أبو عيسى: حديث أم عتية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: غسل الميت كالغسل من الجنابة. وقال مالك بن أنس: ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت، وليس لذلك صفة معلومة. أما حد مؤقت بمعنى يغسل 3 أو 5 ليس حد مؤقت، إلى هنا يقبل، لكن قال: وليس لذلك صفة معلومة. هنا هذه الصفة واضحة جدا، كيف توضأ أو مواضع الوضوء ثم بعد ذلك بالميامن. فقال مالك: وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يطهر، يعني المقصود تطهير الميت، سواء كان 10 مرات يغسله إنما التطهير. ولم يذكر مالك رحمه الله الوضوء ولا البدأ بالميامن. قال الشافعي: إنما قال مالك قولا مجملا. انظروا في الحقيقة الإمام الشافعي رحمه الله يعلمنا الفقه، فقه السنة أو الفقه الراجح، مهما كان العلماء قالوا كيف نتعامل مع كلام العلماء، وكلهم على كل حال أراد الخير، لكنه نقول ما هو الراجح. انظروا الشافعي رحمه الله يعلمنا كيف نتأدب مع الأئمة. قال الشافعي: إنما قال مالك قولا مجملا، يغسل وينقى، وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله. هكذا عند مالك، يعني ليس هناك ماء وسدر أو شيء. ولكن الإمام الشافعي ماذا يقول؟ استدراك على قول مالك. قال: ولكن أحب إلي أن يغسل 3 فصاعدا، لا يقصر على 3
لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ. ولا نرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بمعنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا، يعني كما قال مالك، مالك يقول المقصود منه إنقاء، لكن قوله قال ثلاثا أو خمسا ليس فقط إنقاء المقصود، يكون إلقاء الماء ولو أنقي في أقل من هذا. ولم يوقد كما قال إنما هو على معنى الإلقاء ثلاثا أو خمسا ولم يوقد، وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث. انظروا الشافعي رحمه الله كأنه انحط على مالك رحمه الله، كأنه يقول هكذا قال فقهاء، الترمذي يقول إذا قلت قال الفقهاء أو نقلت قال الفقهاء كما في كتابه في آخر الكتاب العلل قال هم فقهاء أهل الحديث وهم أعلم بمعاني الحديث. وقال أحمد وإسحاق وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور. فهذا هو فقه السنة في الحقيقة أو فقه الراجح كيف علمنا الإمام الشافعي رحمه الله. فقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا لا نقول أنه بمعنى الإنقاء، وليس لنا وصف خاص، الوصف موجود لا يترك. وثم أضد قوله بقول مالك أحمد وإسحاق رحمهم الله. فإذا هجير الطالب إذا وجد كلاما من إمام لا يحط على الإمام بأدب يقول قال جزاه الله خير، لكن حديث رسول الله يدلنا على كذا وكذا، وعلينا أن نأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ كيف يكون إذا كان ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء؟ إيش معنى كيف يبدأون بمواضع الوضوء؟ لا ليس غسل، الظاهر بمواضع الوضوء لو كان مقصود مطلق غسل الجسم ليس تخصيص لمواضع الوضوء، ولذلك قالوا يوضأ، حتى أنه في تفاصيل في كتاب طرح التثريب وغيره قالوا أنه يمضمض ويسوك أيضا، و يعني أشياء من هذا النوع، فبذلك قالوا أنه يبدأ بالتوضئة. بالتوضئة رحم الله الأئمة كلهم على كل حال. نعم، نحن نقرأ كتاب الجنائز ونقرأ غسل الميت، ما ندري من يكون يعني منا الله المستعان، فيجب علينا أن نكثر ذكر الموت أيضا. ندعو الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا إن شاء الله، وندعو الله تعالى أن نكون هنا ويأتينا الموت على الكرسي إن شاء الله يبعث الإنسان على ما مات عليه. اللهم صل على، اللهم إني أسألك بأسمائك، اللهم إنا لا نريد إلا وجهك الكريم، اللهم ما شك ما أشرك، اللهم نوحدك، اللهم لا تحرمنا من خيرك، اللهم إنا نحب رسولك نبيك صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كانت أسئلة، إذا كان عند الإخوان أسئلة، أمس في الحقيقة وأنا خرجت إذا كانت بعض الأسئلة نجل هاتوا. وهناك براد، هناك حضور قبل المغرب ولا بعد؟ السلام عليكم، ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ أنا عارف إذا كان عندك ولدان واحد أكبر واحد أصغر. اللهم صل على محمد. الشرك الأكبر لا شك فيه أنه يجعل مع الله ندا وشريكا، مثل ما يعني في عبادته وفيما يخص الله تعالى، فإذا كان أمر لا يسأل إلا بالله فيسأل بغير الله، كذلك إذا كانت السجدة لا يجوز لغير الله يسجد القبور، هذا الشرك أكبر لا شك فيه، مخرج من الملة. لكن الشرك الأصغر كما فسر في الحديث هو الرياء، إذا كان الإنسان يصلي يطيل صلاته لأن ناسا يرونه، هذا صار شركا أصغر، وقد يكون أكبر من الكبائر الأخرى أيضا. ولذلك يجب على الإنسان أن يحذر من الشرك الأصغر والأكبر كله. نعم، متى يقول ماذا يفعل من نسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر إذا تذكر في حينه قبل السلام فيسلم؟ لأن أولا
الله التكبيرة ثم فاتحة الكتاب وسورة معها أو بدون سورة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة يسلم. فإذا نسي وتذكر فهذه التكبيرات مثل ركعات الصلاة، يقضيها في حينه إن شاء الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد دعاء الميت، ولو تأخر عن الإمام فيسلم وراء بعد الإمام إن شاء الله. لكن قل إذا لم يتذكر إلا بعدما رفعت الجنازة فأعفى الله عنه إن شاء الله، ليس هناك مكان للاستدراك. لو أن الميت في فمه طاقم أسنان هل يزال مع الغسل؟ الناس حتى الورثة يقولون هذا ذهب نأخذه كذا، على كل حال لو أزيل لا بأس فيها، نعم، لكن إذا كان من أصل جسمه شيء لا يفصل. نعم، إذا كان قطعت رجله مثلا ومات في حينه فيدفن معه إلى آخره، لكن طاقم أسنان وغيره هذا من الخارج إذا لم يكن يشوه، إذا كان أنف من الفضة ومن الذهب كما فعل بعض الصحابة إزالته يشوه، ولذلك يترك إن شاء الله ولا يؤخذ. نعم، أما الأسنان ما يضر إزالته إن شاء الله. عندنا في بلادي النعي يكون في مكبرات الصوت في المساجد متعددة، فهل جائز؟ لا، هذا النوع ليس بجائز، إنما في المسجد الذي هو قريب منه بيته، قريب من بيت الميت، يخبر الإخوان بعد الصلاة لا بأس فيها إن شاء الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن موت النجاشي وهو في مسجده أو في قريب من بيته صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون يعلن، أن يعلنوا في جميع المساجد، هذا يكون نعيا منهيا عنه. ذكرت بالأمس جواز أخذ الحجارة من مكة بغير نية التبرك، أقول أن هذا إذا أخذ لحاجة من الحاجات وليس للتبرك، لماذا يأخذ لحاجة؟ هل هناك، نعم قد يكون هناك بعض الحاجات بحيث يجعل في مكان أو للأثفية الطبخ وكذا، لكن الناس قالوا أنه لا يجوز أخذ حجارة الحرم وترابه إلى خارج الحرم، هذا ليس عليه دليل واضح. هل يلزم في قص شعر المرأة في العمرة أن يكون مظفرا، يعني بالضاد يعني ظفيرة؟ لا، قد تكون ليست ظفيرة فتجمع كما قالوا، تجمع جميع شعرها وتأخذ من آخرها آخر الظفيرة قدر أنملة، وقال بعضهم تأخذ من الجهات كلها، إذا كانت مسترسلة تأخذ من الجهات كلها على قدر الأنملة، كله إن شاء الله يكون جائز، ولا تتخذ هذه ذريعة لقصها الكثير والتشبه بالرجال تقص كثيرا. هل هناك مسك أسود يستعمل في علاج المس؟ مسك أسود هو المسك في الحقيقة، أما المسك الأبيض فهذا مسنع. المسك الأبيض هو يكون من كما قال المتنبي، قال واحد اسمه كافور كان الملك إخشيدي كان أسود فاحما، قال فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فالمسك يكون أسود لا شك فيه، ويكون هو من غزال، من دم الغزال، ومن قدر الله تعالى كما ذكر، وهذا واضح جدا ليس فيه شبهة، نافجته قد يجتمع فيه سبحان الله الدم، ولما ينضج يضطر أن يحك في مكان. الآن في جبال هملايا يجمعون من الصخور لأنها يحك حتى ينفق عليه ويكون على الصخور فيجمعون منها، أو طريقة أخرى أنهم يصيدون ويمسكونه ويقطعون نافجة. رأيت هذه نافجة سبحان الله، جاء به بعض الناس من نيبال 3 نافجة، وهي بشعرها، شعرها هكذا قطعة من الجلد يقطع منها، ومن قدر الله أنه ينشأ له الجلد آخر فيما بعد، فيقطعون وبعد ذلك يكون ملآن بهذا المسك الأسود، وهو دم لا، فيخيطونه خيط ويجعلون فيه سبحان الله عدة
ثياب أو عدة بلاستيك ما ذلك يفوه فوهان. فالمسك الأسود هو الأصل. أما المسك الأبيض أنا سألت في الهند رحت قريبا قلت أريد المسك الأبيض، قال الآن موادها صار غالي ما نقدر نصنعها، يقول ما يوجد. نعم لا هذا قالوا لأنه تحول من دم إلى غيره، حتى الدم لو كان الدم ليس بنجس إن شاء الله، الدم ليس بنجس، الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك، يدفن لو كان نجسا ما كان يدفن الشهيد بدمه. وإن كان نقرأ في قول العلماء أن الدم نجس، لكن الصحيح أن الدم ليس بنجس إن شاء الله إلا ما خرج من السبيلين أو من أحد السبيلين. ما حكم التعامل بالبطاقات المصرفية أو ما يسمى بالفيزا؟ إذا كان يأخذون عمولة فقط الجهد، الآن هذه الفيزا يعني لا شك أنهم تكلفوا في صنعها لك ليس ربا، إنما هو مثلا عملية واحدة قد يأخذون فيها 5 ريال، قد يأخذون فيها 10 ريال، هم عملوا لك الصندوق وأشياء وأشياء، حق لهم أن يأخذوا، حق لهم أن يأخذوا، فليس فيه حرج إن شاء الله. أما إذا كان غير هذا وفيه يأخذون ربا أو شيء فهو الذي لا يجوز. هذا الذي لا يصح لا نأتيهم، نقول ما نأتيكم. هي في الحقيقة إن شاء الله في الغالب الإنسان يعني يستفيد منه إذا كان في الخارج ولا يتأخر. استعددنا قبل الميقات للإحرام وذلك في الطائرة وبعد 5 دقائق أو 10 دقائق الطائرة على الميقات، أخبرنا بذلك ما يترتب على ذلك، حتى لو لم تعلم وأنت الحمد لله لبست الإحرام وطلعت على الطائرة وتنتظر الميقات لكن نمت أو فاتتك لم يعلنوا، نيتك حاصلة والتلبية على أو النية تجديد النية على الميقات ليس به لازم، عمرتك صحيحة إن شاء الله لا يضر إن شاء الله ما دمت أنت قد نويت وطلعت وأنت مستعد بالإحرام، إن شاء الله إحرامك صحيح وعمرتك صحيحة. نعم أي للحفظ يعني مقابل الحفظ وكذا، بدل ما يعطوا يأخذون منك، وهذا لهم حق أيضا، لهم حق أنهم يحافظون على فلوسي وأنا أخرج منهم أروح وموظف موجود يكتبها إلى آخره، فجاز لهم أن يأخذوا مثل هذا والله. بس هذا هو الذي يختلج في البال أنهم إذا تأخر فيخصمون عليه كأنه غرامة، وهل يجوز غرامة بالمال؟ حتى أجاز العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزكاة من أعطاها معتجرا فله أجره ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لكن لا يصح فيما نقول. بعضهم أجاز بهذا قال غرامة حتى لا يضر البنك، فجاز لهم أن يأخذوا هكذا يقول، لكن نحن نقرأ قول الله تعالى فنظرة إلى ميسرة، إذا كان في مثل هذه الحالة فالبنك يجب عليه أن يترك له حتى يعطي إن شاء الله. أخذ من مال زوجي دون علمه ما أنه يعطيني ولكن لا يكفيني. أنت حالك مثل حالة هند أم معاوية زوجة أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، الشح درجة ممتازة من البخل يعني الشحيح بمعنى شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وبنية، هل علي إذا أخذت من ماله من غير علمه؟ قال لا، خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف. نعم ما فهمنا يعني هو موجود فيها كل شيء الحمد لله، خليه ما ليش إن شاء الله محافظا ما يضر، ما يضر إن شاء الله. هميان هذا يسمونه في الكتب هميان. نعم حياكم الله كمل. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. ذهبت من الرياض إلى الحرم، ذهبت من الرياض إلى الحرم بنية الحج، ولكن قبل موعد قبل الموعد بشهر من أين قبل موعد بشهر إيش معنى؟ فمن أين أحرم إذا أتى موعد الحج؟ ذهبت من الرياض إلى الحرم إذا بقي جاء بنية الحج ولكن قبل الموعد بشهر، يعني لا كأنه يقول أنه دخل في مكة، دخل في مكة بغير أشهر الحج،
الآن. أنا أول شيء أنا أخاف إذا قلت الجوازات لا يأخذوني. على كل حال إذا أبقاك الله هنا في بلده فإن شاء الله حجك يكون بالإفراد. أنت أحرمت وأتمرت في هذه الأيام، أنت جيت بأي نية؟ بنية العمرة ما جيت، من أول اعتمرت عمرة عمر، من أول ما اعتمرت عمرات. فإذا إذا جيت بهذه النية وتجلس فأنت إن كنت لم تعتمر في ما بعد العيد إلى ما قبل الحج فحجك يكون من مفردا، وتخرج من مكة لبيك مع الناس إن شاء الله. الله يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.